علي ربك وعلي علم واللي كبر واللي عقل واللي هاوي واللي فاهم وانت ماشي في مصر سلم علي ربك وعلي علم واللي كبر واللي عقل واللي هاوي واللي فاهم عالتاريخ اللي بيكتب اسمها في كتابه حاضر علي بتربي ابنها من صغره يكبر يبقى راجل عالتاريخ اللي بيكتب اسمها في كتابه حاضر علي بتربي من جديد ومصر ساحر ملوش آخر وحتظل وحتستمر في بنية أساسية جديدة في تنظيم لشكل مصر الحضاري في رجوع وعودة مصر لريادتها لكتير الحقيقة من الأمور. أذكر حضراتكم أنه كان في بدايات الحقيقة هذا القرن كانت مصر بتتولى تنظيم القطن وكانت بورصة القطن العالمية بتدار من هنا في مصر والأرقام والإحصائيات اللي كانت بتقوم عليها الحقيقة أرقام كبيرة جدا. السمعة الطيبة اللي بيتميز بها القطن المصري في كل أنحاء العالم هو أغلى الأقمشة وأغلى الأقطان. فإزاي نستغل ده وإزاي إنه مرة تانية بيعود الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكليف من سيادته مباشرة لعودة زراعة القطن المصري طويل التيلة، ده بيتبعه الحقيقة قرارات صناعية كبيرة جدا زي عودة الصناعة المحلية مرة تانية. فالحقيقة الأمور ماشية بشكل جيد. خليني أرحب بضيفي وضيف حضراتكم ونتكلم عن تاريخ القطن المصري في مصر مع الدكتور وليد يحيى الأستاذ بمركز البحوث الزراعية ونائب مدير صندوق تحسين الأقطان. أهلا بحضرتك. أهلا يا فندم. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. يعني بنقول ايه؟ بنقول انه كان طلب الحقيقة وتأخر كتير جدا، وكان السؤال هو راح فين القطن المصري في ظل الفترات السابقة. بسم الله الرحمن الرحيم. القطن المصري حضرتك كان وما زال وان شاء الله سيستمر عصب الاقتصاد المصري والمحصول القومي المصري لجمهورية مصر العربية، واللي قامت عليه صناعات كتيرة جدا، وصناعة الغزل والنسيج اللي امتدت طول 80 سنة اللي فاتت وان شاء الله مستمرة. الفترة اللي فاتت زي اي حاجة واي محصول وزي تاريخ الامم بيبقى فيه فترات، بيبقى فيها فترات ركود او فترات نكبة، لكن ده مش عيب، مش عيب ان يبقى فيه ضعف. لكن ايه اسباب الضعف ديت؟ هي اللي احنا اخدناها بالدراسة، ازاي نقدر نقوم تاني، ازاي يقدر يرجع القطن لسابق عرشه والعهده. طبعا ده كان اهم حاجة فيه ان كان احنا كلنا جدا بنشكر طبعا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان لما يبقى رئيس الدولة هو اللي صبرت في ظهرك وهو اللي بيدعم وهو اللي بيحرك، ده بيدي باقة أمل. صحيح. وبيدي أمر لكل اللي قايمين بصناعة القطن وزراعة القطن في أن في هدف قومي لازم نوصل.
القطن حضرتك المصري ما زال موجود. تيجي نفكر الناس بتاريخ القطن. تمام يا فندم. يلا بي. حضرتك القطن المصري، احنا عندنا القطن المصري بدأ امتى في مصر؟ التاريخ الفعلي لبداية القطن المصري في مصر هو سنة 1805 مع بداية عهد محمد علي باشا. في آثار فرعونية بتقول إنهم لقوا بعض الأنسجة القطنية موجودة في التوابيت وموجودة في مقابر الفراعنة، وإن القطن كان موجود من أيام الفراعنة، موجود في كتب مع دخول الفتح الإسلامي لمصر، وبتقول إنهم لقوا القطن مزروع في مصر، لكن دي كلها عبارة عن قصصات وأوراق، ما فيش حاجة أساسية بتقول إن القطن كان منتشر أو مشتهر في مصر في الوقت ده، لأن لو إحنا بصينا هنلاقي إن في الكتان وفي القطن. الكتان محصول شتوي والقطن محصول صيفي. الكتان انتشر على حساب القطن وزاد جدا في مصر لانه كان بيتزرع في الشتاء في فتره انحسار الفيضان. كويس. لكن وجود القطن كمحصول صيفي بيتزرع في الصيف في وقت كان الفيضان بيغرق مصر كلها، فده ادى الى تقلص مساحته وعدم انتشاره. كويس. فبدايه العصر الفعلي بدايه محمد علي باشا لما جه وابتدى يعمل نهضه وعمل القناطر والسدود وتنظيم الترع والقنوات والري في مصر، وابتدى يبص لنظره ايه هي المحاصيل الاقتصاديه في العالم اللي بتعمل عصب اقتصاد للدول في انجلترا وفي امريكا، فلاقى ان القطن في الفتره ديت هو المحصول اللي اي دوله بتزرعه بتقود الاقتصاد، فابتدى عايز يزرع القطن. فجاب خواجه، كان في خواجه فرنساوي اسمه جوميل كان موجود في مصر، قال له جوميل انا عايز ادخل القطن مصر وازرعه. فقال له تمام حاضر يا فندم. فابتدى يدور فلقى في حديقه محيي بك الادروفيل، ودي حديقه في بولاق، لقى شجره قطن قد شجره الجنبيس فيها القطن الابيض وفيها الزهر الاصفر بتاعه، ابتدى خد منها بذره، ومحمد علي باشا ابتدى يستورد بذره من بيرو ومن الهند. جوميل زرع البذرة دي كلها وابتدى بطريقة تقليدية بالتهجينات بينها، طلع في سنة 1820 أول صنف مصري أهداه لمحمد علي باشا. أول صنف مصري باسم أول صنف مصر. أول صنف مصري اسمه إيه؟ ده هو سمي قطن محو جوميل. لكن احنا هنيجي بقى بعدها ب40 سنة عند أول صنف يعتبر تاريخ القطن في مصر. ابتدى الصنف اللي اداه محمد علي باشا ابتدى يتزرع، المزارعين ابتدى الفلاحين تهتم بالقطن، تزيد المساحة تدريجيا، ابتدى محمد علي باشا يعمل محالك في مصر كلها. صح. ابتدى يجي التجار والخواجات بقى اليونانيين والإيطاليين يشتروا القطن، وابتدى تتعمل بورصة القطن في ميلا البصل في اسكندرية. بعد كده في سنة 1860 ابتدى ظهر أول صنف قطن مصري وهو صنف القطن الأشموني. صنف القطن الأشموني هو أبو الأصناف المصرية كلها، وده أول صنف قطن مصري نسبة لقرية أشمون في محافظة المنوفية، وانتشر في مصر كلها واتزرع في مصر كلها. كويس. بعدها ابتدى الخواجات والتجار اليونانيين يعملوا محاولات بدائية كهواة أنهم يربوا أصناف مصرية جديدة. فابتدى كل خواجة يعجبوا النبات، وهو نازل حقول الفلاحين بقى بيشتروا القطن منها، فبيعجبوا النبات ياخد النبات ده يزرعه في خطين ثلاثة، السنة اللي بعدها يزرعه في نص فدان، يزيد يسميه باسمه. فبقى في صنف يونوفيتش، صنف العباسي، صنف القليني، صنف ابتدى يطلع حوالي 60 او 70 صنف سميت باسم الخواجات والتجار اليونانيين الموجودين بس في مصر. بس في مصر يا فندم. وزاد انتاج مصر. انتاج مصري. وزادت بقى المساحات المزروعة تلقائيا بقى من 5 فدان 10 فدادين ل 100000 فدان ل 400 ل 500 لغايه ما وصلنا في الثمانينات من القرن العشرين وصلنا ل 2 مليون فدان كانت مزروعه قطن في مصر. 2 مليون فدان. 2 مليون فدان. ودي اثرت بقى على الاقتصاد المصري وعلت الاقتصاد. طبعا طبعا. وادت السمعه بقى الطيبه للقطن. جت منين السمعه دي يا دكتور؟ يا فندم السمعه الطيبه للقطن المصري جايه من ان القطن المصري بيحتوي على صفات تكنولوجيه للتيله والليفه بتاعته غير موجوده ولا يضاهيها اي قطن في العالم. احنا حضرتك عندنا القطن القطن بتاعنا اتاخد واتزرع في مناطق كتيره جدا بالعالم تحت درجات حراره وتحت درجات رطوبه نفس الجو بتاع مصر، لكن لم يعطي الصفات بتاعه الالياف. عندنا صفه يعني العالم كله بيجري، امريكا ودول العالم كلها بتجري ورانا عشان تلحقنا فيها، وهي صفه متانه التيله. المتانه دي ما فيش دوله في العالم عارفه تجيبها. من يعني الارض المصريه دي من الارض والجو يعني. وربنا حاب المحصول ده لمصر وحاب مصر انها تبقى مشتهره بيه. من الحاجات الجميله برضو حضرتك ان الاقطان في العالم حضرتك 50 نوع قطن، اربع انواع منها هي اللي بيطلع على بذرتها شعر يصلح للغزل. الاربع انواع دولت منها ثلاث انواع، في قطن اسمه قطن الابلند او القطن الامريكي، وفي قطن الافريقي والقطن الهندي. في نوع بقى حضرتك اتعرف باسم البلد دي سمية في العالم كله بيتسمى باسم القطن المصري. القطن اي حد بيزرع الاصناف دي او بيشتغل فيها في الجوسيبيان بربادنس بيكتب بين قوسين ايجيبشن قطن. فدي شرف لمصر ودي من اغلى
المنسوجات والملابس اغلى المنسوجات على مستوى العالم. بنعمل قد ايه بيتعمل منها غزل رفيع وغزول ناعمه لا يضاهيها اي قطن في العالم. يعني الحقيقه التاريخ طويل وبشكرك انك قدرت تسرده يعني في الوقت القصير ده. في السنوات الاخيره تراجع القطن المصري وتراجعت المساحه المنزرعه من 2 مليون زي ما سيادتك تفضلت فدان الى 183 الف فدان. دي كان بالتاكيد ليها اسباب. ايه هي كانت الاسباب دي؟ تمام يا فندم. احنا انا بس استاذ طارق انا اقول لحضرتك حاجه. احنا عايزين نبقى يعني القطن المصري لم يتراجع لكن مساحه القطن المصري تراجعت. احنا بنقول ده انا بقول لحضرتك المساحه المزارعه كانت 2 مليون فدان بقت 183 فدان لكن القطن المصري كعباره كاصناف ومواصفات وتيله وغزل وسوق عالمي وغزالين عالميين مستمر ومحتفظ باسواقه ومحتفظ بالركن للايجيبشن قطن في كل محل منسوجات في اوروبا معروف ده لنا. لكن احنا هنيجي نتكلم على تراجع المساحه من 2 مليون فدان ل 183 الف فدان. مش بس كده انا هقول لحضرتك ان في موسم 2016 كانت المساحه 131 الف فدان ودي كانت اقل مساحه في تاريخ القطن المصري من سنه 1805 من بدايه عصر محمد علي. الاسباب الاساسيه لتراجع المساحه جملتها او اساسها هي تسويق قطن. تسويق القطن تسويق الفلاح حضرتك عشان يزرع لازم يبقى عارف القطن ده انا هبيعه بكام ومين هيشتريه مني طبعا. على اساس ان هو زي القمح زي السلع الاستراتيجي. اولا القطن محصول يا فندم محصول متعب جدا محصول شاق بيتزرع في الصيف وانت عارف درجات الحراره في الصيف. القطن برضو جزء كبير جدا من تكاليف انتاجه عباره عن جني. بيحتاج ليه عمليه مقاوه حشائش وعزيق مرتين ثلاثه. بيحتاج ليه عماله كثيفه. فبالتالي ده كله بيرهق كاهل الفلاح بمصاريف. الفلاح لو ما كانش بياخد سعر مناسب لمحصوله يتوائم مع العرق بتاعه طول السنه يبقى مش هيزرع هيفكر صحيح. في اي محصول تاني. صحيح. حضرتك كان قبل لغايه سنه 1994 كان موجود نظام في مصر اسمه نظام التسويق التعاوني. نظام التسويق التعاوني كانت الدوله هي الاساس والضامن وهي المسوق للقطن الفلاحين. فلاح بيزرع القطن اخر بيجي يجني قطنه يروح بيه في البيت ينشره ينقيه ويشيل اي شوائب موجوده فيه ويعبيه في اكياس قطن نظيف ويخيطه بخيط قطن وياخد القطن بتاعه اللي كاس بتاعته على العربيه الحنطور بتاعته على العربيه كده ويوديه الجمعيه الزراعيه. كويس. في الجمعيه الزراعيه بيتلم القطن وتيجي الحكومه تعمل مزاد للقطن ده تيجي هيئه التحكيم واختبارات القطن تفرزه وتدي له رتبه وتدي له درجه وتصافي. على اساس يبقى فيه ما بين الفلاحين معروف الفلاح اللي جاب قطن كويس منافسة. طبعا ده هيبقى بسعر وده هيبقى بسعر. اما يلاقي ان فيه بين الرتبه والرتبه 20 جنيه او فرق الكيس 100 جنيه يبقى كل فلاح يطلع قطن نضيف جدا. صح. فابتدى ده النظام اللي كان موجود قبل سنه 94 وكان نظام ناجح جدا. ما شفناش لخلط اصناف ما شفناش تدهور ما شفناش انخفاض في المساحه. كل فلاح كان بياخد حقه والحكومه بتعمل مزاد وبيتباع القطن حضرتك والفلاح بيتسلم فلوسه. بعد سنة 1994 وبدأ قانون التجارة الحرة وبدأت اتفاقيات التجارة الحرة وظهر قانون في سنة 1994 اسمه قانون 210 لسنة 94 اللي هو قانون التجارة الحرة للقطن. أتاح هذا القانون بأن الحكومة تشيل إيديها من القطن ويبقى تجارة القطن هي تجارة حرة لشركات القطن والناس المتعاملة في القطن. في الوقت ده ابتدى يتسجل 400 شركة تتاجر وتشتغل في القطن وابتدوا هم اللي يقوموا بعملية التجارة في القطن. القطن اتنقل من النظام التعاوني لاقتصاد حر. الاقتصاد الحر بيحكمه المصلحة وبيحكمه المكسب والخسارة طبعا. ما بيحكموش ان ده عصب اقتصاد وان انا ممكن اجي على نفسي وان انا ممكن يبقى المكسب قليل بس في سبيل ان انا احافظ على صناعة محلية واحافظ على مزارع. فابتدى لا يبقى فيه مصلحة شخصية ومكسب وخسارة. في المكسب والخسارة ابتدت الشركات تتصارع مع بعضها في ان اشتري من الفلاح وانزل من السعر بتاعه واخده باقل سعر بقى التاجر والتجاري بقى في تاجر وفي جلاب. الفلاح بقى بين يعني بين الاثنين المطرقة والسندان بين ده وده. ده يقول له انا هاخد قطنك ب 1500 يقول له ده ما يساويش غير 1400. فبالتالي ابتدى المكسب اللي جاي للمزارع ما يضاهيش عرقه وما يدروش مجهوده وتعبه طول السنه. فابتدت الفلاح ينحصر المساحه المزروعه تدريجيا من القطن. الحاجه الثانيه المهمه فندم ان مع قانون التجاره الحره وتجاره الشركات في القطن ابتدى في حاجه اسمها الاكسار وفي حاجه اسمها القطن التجاري. احنا بنزرع مثلا 200 الف فدان قطن 15 ل 20% من المساحه الحكومه بتعملهم مساحات اكسار هي ديت اللي بتقوم بالنقي غريبه فيها وبيتنقى النباتات المخالفه عشان نطلع بذره نقيه من كل السلالات والاصناف اللي المزارع هياخدها السنه الجايه يزرع منها ارضه.
فابتدى الشركات دي لا يهمها بقى اللي بيتاجر ده، لا يهمه بقى سلالات ولا اصناف ولا نقابه وراثيه، عايز قطنه، عايز قطنه ده ب 1000 جنيه وده ب 1200، طب ده ابيض وده ابيض، انا خلطتهم ببعض ما حدش عارف حاجه. يجي الفلاح السنه اللي بعدها يزرع يلاقي القطن مخلوط والقطن مخالف. الغزال اللي بياخد بره بيلاقي الصفات اللي انا بايعها له مش هي الصفات الستاندرد. خلينا نتوقف عند النقطه دي لانه مركز البحوث هنا ليه دور كبير. تمام يا فندم. اتعاملتوا مع المشكله دي ازاي عشان نعود مره ثانيه في زراعتنا للقطن؟ وتكلفات الرئيس واضحه الحقيقه انه عوده هذه الزراعه والصناعه ايضا بشكل قوي. هنرجع بقى للنقطه دي وهنرجع برضه للقياده السياسيه لانه ليه دور كبير جدا في الجزئيه دي. ده احنا يا فندم هنرجع للقياده السياسيه والفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني خليني برضه اقول معلومه للناس انه مركز البحوث الزراعيه في مصر هو الحامي للحقيقه السلالات الاصيله في كل الحقيقه الاصناف والسلالات الحقيقه، فيعني ده المفتاح والختم الحقيقه اللي هو بيضمن الحقيقه السلالات السلالات. انا هرجع بقى لحضرتك برضو وهنرجع بقى لتعليمات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظرته الثاقبه لمحصول قومي اسمه محصول القطن وعرش الصناعه المحليه اللي كان مد لمصر السمعه العالميه. تكلفات معالي فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي مش من دلوقتي، لكن هي بدات في سنه 2015 لما ابتدى ينظر والحكومه تنظر ليه القطن وابتدت يبقى لقوا فيه تدهور في الاصناف وتدهور في السلالات. طب التدهور ده جاي منين؟ جاي من ان في تجاره حره للاكسار وللقطن التجاري الاثنين، الشركه ممكن تشتري ده او تشتري ده. نعم. طيب كانت التعليمات الصريحه والتوجيهات الصريحه لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي باصدار القرار الجمهوري المرسوم بقانون رقم 4 لسنه 2015 باستثناء مساحات الاكسار المنزرعه من تآوي القطن لا من قانون التجاره الحره للقطن، والمخصص بيها او اللي مسؤول عن التجاره فيها هو وزاره الزراعه المصريه. مره تانية بيعود طبعا الجمعية الزراعية اللي كانت بتحل مشاكل اللي كانت بتحل المشكلة مع الفلاح، فابتدى يبقى يستثني من ده وقال ان الاصناف والسلالات اللي انتم بتزرعها او بتتزرع في مساحه من 15 ل 20% من المساحه المسؤول عنها الوزاره، مفيش تجاره حره فيها، مفيش شركات تدخل فيها، مفيش حد يشتري عشان ما يلوثهاش ويخلطها. خلال الثلاث سنوات او الاربع سنوات اللي فاتوا مع توجيهات معالي الرئيس افندم ابتدت تعود كل السلالات والاصناف الى نقاوتها الوراثيه النقيه 100% في خلال ثلاث سنين. وابتدى اللي بيشهد كده مش احنا في السوق المحلي، اللي بيشهد بكده كل الغزالين اللي بياخدوا القطن بتاعنا وبيقوموا بغزله بره. يعني مش عارف اقول ايه، لكنه الحقيقه في دايما في توجيهات القياده السياسيه يعني بيكون فيها كده دراسه كبيره وبيكون فيها عوده لرياده مصر في امور كتير جدا منها الذهب الابيض او القطن المصري. وانا بشكرك على هذه المعلومات القيمه الحقيقه دكتور، ويعني رجعتنا مره تانية لحلم وامل ان شاء الله فلم. انه مصر بتعود واقتصاد بيزدهر، مش القطن زراعه بس لكنه صناعه قويه وكبيره جدا، وبنشوف طبعا مع جهودات الدوله في عوده صناعه الغزل والنسيج، وان شاء الله مصر بلدنا تبقى افضل كتير ان شاء الله يا فندم. دايما باذن الله دكتور وليد. الله يخليك. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا فندم. حقيقه بكل التفاؤل والامل انا بنهي مع حضراتكم هذه الحلقه والى اللقاء.